يا شباب اليوم اكتشفت شيء مرعب بحسابي، والله العظيم يا شباب كنت هيك بخوش بيني وبين نفسي، فجاه اكتشفت اشي، والله يا ريتني ما اكتشفته صح يا شباب، اشي مرعب. بس يا شباب خليني افرجيكم، انتوا اللي احكموا بنفسكم. اوكي انا شباب رحت ابحث عن نسخه ثانيه مني عن جد يا شباب. شوفوا معي، خليني الحين بسرعه افوت لحسابي، اخذ الاي دي، افوت هون من جديد، اروح الاضافه وابحث عن نفسي. اوكي اكيد يا شباب اي شخص طبيعي ما راح يلاقي ولا شيء، بس انا النسخه الاولى لو افكر ابحث عن نسخه ثانيه راح اغير رقم واحد برقم اثنين. اوكي خليني افوت هون، رقم واحد هذا بس ابدله برقم اثنين لاني ابحث عن النسخه الثانيه مني. ليك تطلعوا يا شباب. لا مستحيل والله يا شباب، انا اول مره لحني قشعر قسما بالله، يعني جتني قشعريره هيك، مش عارف كيف يزبط هذا. هذه كيف زبطت هذا مين؟ ملك الموت يا اخي والله خفت. بس يلا يا شباب خلينا نفحص الحساب او فرجيكم اشي. لا الحساب بدوش يفوت، فوت يا قلبي. لا اخر مره فات، لا تمزح معي. طب خليني ابعث الطلب صداقة، علقت البي سي، علق كلش. لا لا تقول لي يو علق البي سي، والله علق البي سي. خليني اسكر وافتح البوحاكي من جديد. اوف يا شباب اوف، ترى الموضوع مش مزح يا شباب، ترى الموضوع مش مزح، وانا بديت اخاف وبديت افنفن بيني وبين نفسي. اوكي يا شباب خلينا نرجع نشوف الحساب. اوكي خليني ابعث طلب صدقة، في شخص يبعث طلب صدقة لملك الموت. استغفر الله يا ربي. لا 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 لا, لا. فوت يا اخي بالله عليك فوت. اوكي ايوه فوتنا. اوكي خلينا نحط له لايك. ليفل 2 كيف شوف شباب، ما عنده ولا بانر، ما عنده ولا اشاره، كلش عنده برونز، نظره عامه، ايش لعب بس كيم وين؟ شوف المسار المياني بس كيم يا شباب، ومعدل فوز ملاقه تلفون تخطيط لاستكشاف لبقاء ولا كل، معقول ولا كل؟ كيف طلع للليفل 2؟ كيف وصل ليفل 2؟ معقول هذه النسخه الثانيه مني؟ هل انا اعتبر ملك الموت في فري فاير؟ لا ملك الموت بالحقيقه هذه، استغفر الله يا شباب، ما فيش مزح، ما نمزحش بهذا الموضوع، بس انا اعتبر ملك الموت بفري فاير. نعم يا شباب، الحين يا شباب راح البس لبسه تشبه لبسه ملك الموت، يعني هيك انا بتخيل ملك الموت براسي حسب السكنات اللي عندي، تمام؟ وراح اجرب افوت جيم، اوريكم نسخه ملك الموت اللي عندي، ممكن النسخه الثانيه مني هي الاقوى نسخه. والله سبحان الله، كيف الشخص يكتشف موهبته؟ كيف الشخص يكتشف موهبته؟ عادي مش مركز، بس يلا بينا خلينا الحين اشوف شعري، يشبه شعر ملك الموت، لا شعر يعني. شباب سكين ملك الموت اللي صممته انا الحين، تمام؟ شباب كنت اصمم احسن، بس السكنات اللي عندي في حسابي محدوده، يعني ما اقدرش اسوي بها ولا ملك الفرحه، حتى ملك الفرحه ما اقدرش اصممه بها. اوكي شباب خليني اشرح لكم لبسه بالضبط، تمام؟ شوفوا يا شباب النار من هون، في لباسه والشبشب والسروال الاسود واللحيه السوداء والشعر الاسود، شباب يعني كانه في نوع من انا نفسي مش فاهم، تمام؟ اوكي يا شباب خلينا نجرب بيجيب، خلينا نجرب نسبه الحظ، مو نسبه الحظ يا شباب، خلينا نجرب القوه اللي فيه. اوكي يا شباب يلا بينا الحين ليتس جو، راح تشوفون الحين النسخه الثانيه مني. نعم شباب هذه النسخه الثانيه مني اللي راح تشوفونه، النسخه المخفيه التي كشفتها عن طريق الاي دي. سبحان الله يا شباب، الاي دي نتاعي اللي انا مستحقره، الحساب نتاعي الكل بالنوب اللي انا بستحقره يوميا، طلعت فيه نسخه ثانيه. النسخه الثانيه ليتس جو ليتس جو ليتس جو. كم نروح؟ والله يا شباب وظيفة يعني صعبة صعبة جدا، اشوف كم نروح راح اقبضها انا الحين. يلا بينا ليتس جو. اوكي هذا مين؟ هذا ما شاء الله اعطوني اقوى سلاح. يع والله ما تدمج ولا واحد، بعث لهم صاروخ بازوكا. يع يو يا للتاريخ، والله راح ارجع افنش، والله اكيد كلها انسرقت انا اكيد. في واحد ملك الموت يسرق الكلات. اوكي يلا بينا ليتس جو. شباب انا عارف نهايتي راح تكون قريبه. شباب انا حكيت جايتني بالدبل فيكتور، الدبل فيكتور مع ملك الموت، ولا مع اقصد ملك الموت باللعبه. يلا بينا ليتس جو يا شباب، هذه المحاوله الثانيه، يعني النسخه الثانيه مني امتى تستفيقي؟ النسخه الثالثه امتى تستفيقي؟ ولا النسخه بدها تستفيق مني؟ يا حبيبي ارجوكم اريد ان اصير لاعب محترف، اريد ان اصير بورتوكيل. السلام عليكم شباب، استناني جايكم، بس العنف لا، تمام؟ لا ايش انا قلت لهم العنف لا. التفت التفت وننزل في هذا البيت يا شباب.
اوه فنش كدم دم 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 او ماي جاد او ماي جاد والله شبابنا جوتوا بعصوبه باعجوبه ايش عصوبه يلا 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 في واحد هون في انا شباب الشخص الاقرب لك هو احسن واحد اوكي يا شباب كيلو روح تمام يا شباب انا ما راح اقدر اقتلهم كلهم اللي هناك اوكي يلا بنروح يلا بنروح ما عنديش ذخيره مشكله يا شباب لو ماتت الحين معليش ولا حرج يا شباب عشان المكان مليان وما بقدرش افايت معاهم اصلا راح انزل بمساكي الحين جيد جدا جيد جدا شباب كيف عنده مق وانا ما عنديش درع وقتلني يا اخي هذا غريب جدا ويلي 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 يلا يلا وينهم الناس اللي هون عشان اجلدهم انا متعطش ملك الموت يريد ان يقوم بهم مهمتي ان يقبض ارواح الناس قبض ارواح اثنين بس الروح الثالثه امتى يا رب ما تكون انا هيو بربر احلى شيء البربر يا احلى شيء البربر لما تضغط له على راسه ويتفجر ايوه في واحد والله بلع سبحان الله جاب لك الموت قتله بس اللي باللعبه مو انا المزيفي انا مزيفي شباب مو من سوق جمعه من سوق الاثنين ثلاثة اربعة خميس جمعه السبت احد ليش انا غبي يا شباب لا تقول لي انه هذا هو الصح اوكي شباب خليني البس هيك تمام احط شخصيه ادم واروح هون اشيل كل اللبسات اللي عليه والله يا شباب لو تطلع هذه هي الحقيقه لنجلط عن جد يا شباب لا اخربط بعقلي واخربط بالاعدادات واخربط بخشمي وبفمي ثواني لانه الحساب مش لابس ولا شيء وحط شخصيه ادم اوف لو تطلع صح هيو شلنا المريول وراح نشيل السروال والقلسون دقيقه بس اوكي وراح نشيل الحذاء وهيك يا شباب بكون جاهز جدا جاهز تمام يلا بينا ليتس جو بوم لو تطلع هذه صح اوكي بكل قوه بكل عزيمه الحين راح انزل ببيك راح افرجيكم ملك الموت نعم يا شباب ليش انا كنت هيك ملخبط براسي ليش ما حطيت زي ملك الموت الحقيقي اللي باللعبه ليش رحت تفلسف وجبت سكين مش عارف من وين المصمم العز الدين القرباحي لا يسويها ابدا يلا بينا ليتس جو يلا ايو بايزن اول سلاح لملك الموت نعم يا شباب لتشهد التاريخ ام بي 40 ثاني سلاح هل اقدر ان اثبت نفسي تروجن وملك الموت بس اعطوني ترع عشان ما يتحمسوا ويجون يقتلوني على طول شباب عطي ثقه في نفسي نعم انا قدها انا قادر اوكي والله ما عندك وين رايح يا قلبي والله ما عندك من رايح لما يجي الملك الموت الساحة كلها تفضي الناس الكل الحية يقبض الأرواح كان بدو ينوث حبيبته تنوث حبيبتك وأنا أشوفك لما يجي ملك الموت لا حبيبي ولا شيء فر يا حبيبي قاعد اسمع صوت هو والله مش عارف كيفاش قاعدين يقتلوا فيا أنا ضربتني ضربتين بالليكسي وميت موتت شوف الهاكر يوف هاكر لا حسبي الله ونعم الوكيل يا شباب طيب ابلغ شباب لا تقصروا في الابلاغ بنته هاكر يا حبيبتي روحي على المطبخ احسن لك استحي على نفسك شيء من المطبخ عشان تهكر اللعبه طيب يلا يا شباب الجيم الاول مش محسوب بهذا المحسوب يا شباب اذا خسرت انا كملك موت فاشل تمام كنسخة ثانية مني فاشلة نعم شباب استعرف تمام اوكي شباب عشان ما اكون فاشل راح انزل بمساكي يا شباب لانه البيك مليانة وانا مو لاعب بي سي اصلي لاعب تليفون سكواد كامل تحتي اوكي بس يا شباب خليني اقول لكم من جديد اني لاعب تليفون مو لاعب بي سي لانه الحين بحس الامور بتصعب واللي يفهم بالبي سي ويفهم بالمحاكيات يا شباب تواصل معي جدي كريمينال صدام الكريمينال ولي مسكنا كريمينال يا شباب ايوه صاحب الكريمينال
اوف 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 اللعبة قلت ايش يا شباب ايش صار؟ اه ولا مش معقول يا شباب، قارينا تصلحي لعبتك على الاقل خلينا نقدر نلعب زي الناس. يعني انا بعاني العب بي سي مو فاهم ولا شيء، مو حافظ ازرار الكيبورد حتى، كمان اللعبة بتقلتش تلعب ضدي. شوفوا حتى الكيل اللي جبته الكريمنال اللي قتلته ما انحسبتش، ولا مو معقول يا شباب، والله مو معقول مو معقول. ها اعتبروا مشت عليكم يا اخي. لدي اوكي سلاح. لدي سلاح. كيلي كيلي اسكتي بلعي فمك، انا اعرف انه لدي سلاح تمام، اعرف انك جميله ومزه، بس مو لدرجه انك تزعجي جدي. في واحد على يساري انا او يا هو تمام، بمساكي كامله نزلنا فيها انا وهو بس، يا انا يا هو، يا يموت هو يا يموت انا، بس انا مين؟ انا ملك الموت، انا قبيض الارواح، روحك اقرمشها، تعرف انا احط مع روحك المايونيز واقرمش جدها. اي شفتك 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 شفتك. للأسف يا حبيبي يا ريتك ما تبين نفسك. أيوه 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 واحد هون، هذا واحد. أوكي أوكي هذاك الأول، هذاك الثاني. إيزي بيزي إيزي طيبيزي إيزي طيبيزي. هيت شوت هيت شوت يا شباب، مين بالله فيكم شايف الهيت شوت؟ ملك الموت بدأ يتحسن في لعبه، ولا شباب لو أكمل ألعب إم 60 يا شباب هيك. اوه ليش ضربت انا؟ شفت مكاني. اوي 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 شباب اللي بدهم اعدادات محاكي وهيت شوتات يكلمني يا شباب تمام. اوكي يا شباب خلنا اضبط درع وخوذه قبل كل شيء شباب، بعدين ابدا اصرخ زي الكلب. قتلوني كيف بضربه واحده وانا ما عنديش ولا درع ولا شيء. والحين بروح الماكينه اشتري درع وخوذه، عندي 700 بتكفي، المفروض انها بتكفي 400 درع و300 خوذه، ولا من كثر الخوف دائما بحفظ الاسعار. 400 300 ماشي ظبطت حالي يا شباب، طلعت حافظ دروسي يا شباب. يلا يلا الحين على البيك، على البيك ومن يداويك، ملك الموت يقتلك ولا يحييك. الله 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 على الشعر. البيك ومن يداويك، ملك الموت يقتلك ولا يحييك. ما شاء الله الشعر، شعر بدمي يا شباب، انا مو الخنوزه بدمي، انا بس معاها شعر بدمي. في ناس ليش يتخاصمون؟ الدنيا صغيره وملك الموت ما تعرفش عليه امتى يجي، المفروض التسامح يا حبيبي. تعال قول له قول له قول له مليانه ثلج ولي ولي. هي ما انا المفروض دايما تلاقي في درع ليفل 4. اوكي اوكي اه والله ما لقينا فيه درع ليفل 4. اوكي انا يا شباب مو ملك موت، انا ملك ماكل خارة شباب. شباب 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 ارجع لبسي، احترم نفسي، احترم مقامي، احترم حتى شخصيتي الاولى يا شباب اللي كانت عندي، خلاص بكتفي بنفسي، راضي بنفسي، نوب والحمد لله. اللهم اني احمدك يا رب العالمين على انني نوب. ما بديش انا نوب، ما بديش ما بديش. شباب تعرفوني يا شباب هذيك الشرارة اللي ممكن تعطيك القوة عشان تحمسك تصير محترف. لقيت ذاك الحساب قلت خلاص اكتشفت نفسك صدفة، بالاخر اطلع انا نوب. المشكلة فيا مش بحساب. لحظة لحظة انا نسيت انه عندي متابعين يحبونني. نعم تالي قلبي المهم انت تحبني وانا احبك، لا تنسى اللايك يا حبيبي والاشتراك. دمت في رعاية الله، السلام عليكم.